بسم الله الرحمن الرحيم. دولة المستشار الدكتور حنفي علي جبالي رئيس مجلس النواب، دولة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، معالي الوزراء الحضور، معالي المستشار بولس فهمي رئيس المحكمة الدستورية العليا، معالي السيدات والسادة رؤساء المحاكم والمجالس الدستورية الإفريقية، ضيوف مصر الكرام، الحضور الكريم، إنه لمن دواعي الشرف والامتنان أن أقف بينكم اليوم لنشهد معا بناء جديدا في صرح مؤتمرنا الذي بكم وبحمد الله تعالى ورعاية كريمة من القيادة السياسية المصرية الواعية صار رمزاً ونبراساً وشاهداً على إرادة صلبة لأبناء أفريقيا اجتمعت فيه كلمتهم على أن تكون مداولاتهم هي جوهر لقاءاتهم، والإخلاص والرغبة الأكيدة في إيجاد الحلول وتبادل الرؤى والمشورة هي رائدهم، ومن ثم لم يعد مستغرباً أن يكون النجاح حليفهم. الحضور الكريم، لا يفوتني في هذا المقام أن أتقدم بأسمى آيات الشكر والعرفان لكل من ساهم وحرص على انعقاد هذا المؤتمر ونجاحه، وعلى الرأس منه فخامة رئيس الجمهورية الرئيس عبد الفتاح السيسي، وتوجيه سيادته بالتعاون القضائي الدائم على المستوى القاري من خلال تكوين منظومة قارية للقضاة وإطلاق منصة إلكترونية تحوي دساتير الدول والأحكام الدستورية الصادرة عن كل دولة، ودور معالي السفير سامح شكري وزير الخارجية، والذي كان له دور رائد وبناء منذ اللحظة الأولى في فكرة انعقاد هذا المؤتمر، ومعالي وزير العدل المصري سعادة المستشار عمر مروان الذي لا يألو جهداً لدعم المنظومة القضائية على المستويين المحلي والقاري، والأخوة الأعزاء الزملاء رئيس ونواب رئيس المحكمة الدستورية العليا المصرية، سواء من شرف المؤتمر بالحضور أو غاب عنه جازاهم الله خيراً عن وطنهم وقارتهم ومحكمتهم. السادة الحضور، تمنياتنا لحضراتكم بطيب الإقامة في بلدكم مصر، وأن تنقلوا لأهلنا وأحبائنا في بلادكم أن مصر عازمة على أن تبقى كالعهد بها دائمة، رافعة ذراعيها لترحب وتحتضن كل إفريقي مخلص وكل جهد بناء يرفع من شأن قارتنا الغالية. وفقكم الله دائما وسدد على طريق العدل خطاكم وبارك في جمعكم، وإلى لقاء يتجدد بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.